عرفتي. واحد الدري تيبان هنايا، واحد الدري اخر ولد حربيل، والدراري علاش نتوما ماشي تقول شي واحد اللي دراري خايبين ولا شي حاجه، تيكونوا معاه وني واحد اللي فيه تنشوف معاه، كان تخدم معاه في السوق ديال الاربعه، والاخر ما تنشوفوش معاه. واحد وقيل هذاك الدري تيبان معاه تيقول ولد سيدي يوسف، والاخر ولد حربي، والله اعلم. اخر مره اختي شتو انايا بتكون شي 6 ايام ولا شي 5 ايام، دابا ما باقيش شتو من وراها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا واحد النداء للدوله باش يحاربوا هذا الخبث هذا اللي كاين، اللي تيدخل في الحقيقه تيتسرب لنا وتيوسخ لنا وجهنا، كنا حنا مغاربه وكنا حنا مسلمين، ان هذا الشيء بالحقيقه قلقنا مزيان. والدري تنعرفوه من الصغر ديالو، تنعرفوه بالله راه والديه الله عمره دار ولا سميتو، ولكن تسلطوا عليه شي ناس تيقولوا شي واحد فايت من الفكر الداعشي وهذا الخبث، بالله راه تسلط عليه وبغسل ليه. هو الدري راه كان زوين ونقي وسميتو، هذا الشيء اللي بغيت نقول انايا. وتنقول نداء الناس المكلفين بالدين يبينوا للناس بالله هذاك الشيء راه ماشي هو الاسلام وهو الجهاد، الجهاد في سبيل الله هو تيعلن عليه سيدنا الله ينصره، الا كان شي حاجه ندفعوا على بلادنا، ماشي تمشي تعدى على واحد السائحه اللي جايه بتعاون في سميتو. والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول من قتل معاهدا لا يشم ريحه الجنه، راه جايه داخله بوزاره الخارجيه بسميتو بسميتو بالله، راه هذا الشيء ما انزل الله به من سلطه، ما سميتو حاجه. يعني انسان يعني موقر جيران محترم، يعني اول البارح عندي انا مناسبه عرض عليه هو وباه وخوته كاملين، يعني ماشي ما كاين عندنا ما سامعين عليه والو، ما عارفين عليه والو. الصلاه كنمشيو كاملين للمسجد، كنصليو كلنا في المسجد، يعني اما في هذا المسجد هذا اما في هذا المسجد هذا، يعني شي حاجه اخرى اللي نعرفوها عليه ما عرفنا عليه والو. يعني المهنه ديالو يعني راه كيحلو قال لك ود كيدير تصبغت ولا فهمتي، ولكن يعني شي حاجه اخرى ما قدرنا نقولوا والو باش نتقلدوا بشي حاجه ولا نتقولوا بشي حاجه. حتى شفنا الصور البارح، شفنا الصور البارح استغربنا بانه بهذا الشيء كاع واقع، هذا الشيء يمكن يديروا هذا السيد راه محال، ما ظنيناش ما فهمناش بانه واش يكون هذا الشيء نيته متوقع ولا محال. هذوك ما عرفناهمش، انا الوحيد يعني بصفه نهائيه ما عارف عليهم انا والو، ما عارفهمش كاع اصلا. يعني هذا السيد هو راه جارنا وخونا وحبيبنا، يعني لا هو ولا خوته ولا والديه، يعني الله يعمرها دار صراحه، الله بقى فينا ماشي ما نكذبوش على الله، بقى فينا لانه اللي كان داير نيت هذا الشيء راه صراحه الله راه حنا حرنا في خاطر ديالنا إذا كان هو داير هذه المشاكل. كان ما داير شيء اللي راه يعني راه الامور ديالو عند الله تعالى، وراه غادي يصفوا هذا الشيء اللي عطى الله وعده.